طبعا في هذا الوقت القليل الذي عندي أود أن أشير إلى موضوع عاشوراء وهو على الأبواب. بعد يومين إن شاء الله سنكون في خدمة الإخوة والأخوات في هذا المجلس المبارك، ومن الضروري أن نشير إلى بعض النقاط. أيها الأحبة، عاشوراء الحسين ليست حدثا عاديا في حياتنا، وليست مناسبة فقط للذكرى من مناسبات التاريخ، وإنما هي مناسبة حياة نعيشها ونتنفسها، وهي حدث يتجدد ونحتاج إليه كل عام أكثر. هذه من خصائص عاشوراء، أنه كلما مر الزمان كما يقول الشعراء نحتاج إليها أكثر. ليش؟ لأنه الإنسان اليوم في قضايا كثيرة تعالجها عاشوراء، قضايا كرامة الإنسان، قضايا حقوق الإنسان، قضايا الحرية، قضايا كثيرة نجدها كلها في عاشوراء. ومن هنا نحن في عصر أصبحنا بحاجة ماسة إلى المنبر وإلى المجلس الذي يحتوي ويشتمل على عناصر النهوض بهذه الأمة. لا يكفي أيها الأحبة أنه نستذكر عاشوراء، إن من الظلم الكبير لهذه الذكرى ولصاحب الذكرى عليه السلام أنه نجعل هذه الذكرى مجرد عادية، أنه واحد يلبس أسود، طبعا هذا جيد ليس خطأ، يلبس سواد وإن شاء الله الجامع يتشهر بالسواد أيضا، والناس تجي مهتمة كذا، ثم بعد هذا ماذا؟ كأن شيء لم يكن. الظلم الكبير أن يكون الحسين عليه السلام غائب في حياتنا وحاضر عشر أيام فقط، الظلم الكبير لصاحب الذكرى. الحسين لابد أن يكون حاضر. بماذا حاضر؟ بمبادئه التي ضحى من أجلها، بقيمه، بالتضحيات الكبيرة التي قدمها ليبين للناس أن هذا الدين يستحق التضحية. نحن لا نقول الناس تضحي الآن بأرواحها من أخيها البلاد، لكن كثير الأشياء تضحي بوقته، تضحي بأمواله، تضحي بأشياء كثيرة. ولهذا لا يجوز لنا كعلماء، كخطباء، كحضور أيضا، أن نفرط بأي مفهوم من شأنه أن يرفع من مستوانا وأن نتركه جانبا. في عاشوراء ليس هناك من مجال لأن نتكلم في أمور ليس بحاجة إليها المجتمع، وإنما أن نأخذ العناصر المهمة، المفاهيم التي تركها الحسين عليه السلام والتي تغير من الواقع. هذا جدا مهم، لأنه نحن اليوم نعاني من حالة الركود ونعاني من حالة التخلف والجهل، وليس على المستوى الجالية، على مستوى العالم كل الإسلامي وكلكم يعرف ماذا يجري. فكل مفهوم له قدرة على أن يرفع منا لابد أن نستحضره في عاشوراء، أن نستثمره، أن نتباحث حوله، أن نناقشه. وكل مفهوم من شأنه أن يؤخرنا ويعطلنا ويبعث في نفوسنا اليأس، أنه في ناس يقولون ما عاد فيه ينفع لها هاي الدول الكبرى وسوت فينا والآن إحنا مغلوب على أمرنا، كل مفهوم من شأنه أن يؤخرنا وأن يثبطنا وأن يبعث في نفوسنا الملل واليأس، وهذا ما يريد أعداؤنا، يريدون الملل. ولكن هذا المفهوم علينا أبداً أن لا نستحضره وأن لا نأتي به، أن نبعده عن هذه الساحة. ساحة الحسين ليست هذه ساحة، كلها أمل، كلها إشراق، كلها عطاء، رغم الدم ورغم الجسد المقطع ورغم الرؤوس المشالة على الرماح ورغم كل هذه الصور المؤلمة، كان الحسين صداً وصوتاً يتردد في أعماق القلوب وفي أعماق النفوس وفي عرصات الطف وفي غيرها، ليبقى معلماً وليبقى منارا وليبقى لواء يرفعه الثائرون في كل مكان وفي كل زمان حتى يستضيء بهذا النور. ولهذا حركة الإمام سلام الله عليه تفرض علينا أن ننظر عميقا في هذا الزمن، فإن العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. الذي يعرف كيف يربي ما يأتي ويقول بعدين والله ما أدري. اللي يعرف كيف يتزوج مو يتزوج يعني بالطريقة اللي نعرفها كلنا، كل مخلوقات تتزوج. اللي يعرف كيف يتزوج ولماذا
وشون أسسة صالحة. هذا عالم بزمانه، لا تهجموا عليه اللوابس، ما يعيش يتخبط في حياته، ما يجرب كل يوم شيء كبير بأبنائه أو بعائلته. وهكذا علينا أن ننظر في زماننا مليا خلال هذه الذكرى، ننظر مليا ونشخص من هو يزيد ومن هو حسين عصرنا. هناك في كل زمن هذا مسرح، يأتي يزيد، ذاك الزمن كان غير يزيد بن معاوية، الآن كم يزيد موجود؟ بالآلاف، يمكن بالآلاف. كم حسين موجود؟ أيضا بالآلاف. أن نشخص من هو يزيد ومن هو الحسين، وأن لا يكفي هذا، وأن نقف مع الحسين، هذا المهم، نقف مع أهل المبدأ الذين ضحون. ولهذا نحن نؤمن بأنه الحسين مستمر، مفاهيم الحسين، عطاء الحسين، تضحية الحسين ما وقفت، مستمرة لليوم. الذين يضحون اليوم في أي مكان يقدمون دمائهم، هؤلاء مع الحسين سلام الله عليه، مع الحسين في الخط الأول، ولا بد أن يعرفوا هذا، وهم يعرفون ذلك. ولكن كثير من الناس يقول لا، الحسين لو يجي كنا حارب، بس لا، ما في، راحت علينا الفرصة. لا، أصحاب البصائر الذين يعرفون زمانهم ويحللون لا يخفون مع يزيد مهما كان، لا يعطون صوتهم، لا يؤيدونه. كم من الناس الآن يلعن يزيد ويسب يزيد. أذكر الحماني رحمه الله، الحماني أحد علماء الأدباء، يعني هو عالم أديب في النبطية، هذا يقول كان بعض الناس عندنا من الطاعيين وغيرهم يسوون عاشورة هناك بالضياع، ولكن هم يظلمون الناس. فكنت أقول لهم، أنا ما أحضر مجالسهم، لأن مجالس يزيد هذه. كم من الناس سوى مجلس هو يزيد، ساب بيته أو بالشارع أو بالسياسة أو بالمحل أو بالشغل. علينا أن نعرف، وهذا هو ثمرة عاشوراء. من هنا أيها الأحبة أقول نقطة ولا أفصل، حتى نكون عاشورائيين فعلا علينا أن نتمسك جدا بهذه الشعائر التي تركها البيت. هناك شعائر واضحة، هناك أشياء مو واضحة أو دخلت، لكن على الأقل، المجالس هذه من أئمة أهل البيت وإلى هذا اليوم، هذه إرث، هذا تراث لنا، مو تراث تاريخي، تراث حضاري. علينا أن نتمسك ونعتز به. اليوم مع وجود اليوتيوب ومع وجود التليفونات ومع وجود الفضائيات، بعض الناس يقول أنا بيتي أسمع وما يعجبني أشوف الجامع. لا، حضور الجامع والاستماع على الخطيب، حتى لو خطيب درجة ثانية وثالثة، حتى لو كان نفس الحضور له أجر. أتجلسون وتتحدثون، ما قالوا إنه اجلسوا على التلفزيون وشوفوا محاضرة. نعم، يعجبك، خطيب في محاضرة باليوتيوب أو في التلفزيون، روح لبيتك واسمع. ولكن حضور المؤمنين بعاشوراء بقوة، وكلكم يعرف ماذا في لبنان في العراق، ما شاء الله، من الآن أنا شفت بالكربلاء والنجف، من الآن الناس مستعدة، وبعد خلص 10 أيام، يعني هذه العشرة أيام خلص الحسين عليه السلام، هذه ما تعطل بها الأشياء. نعم، هناك شيء قد يكون مبالغة، لأنه لا ينبغي أن تعطل حياة الناس بهذا الشكل الذي قد يتحول إلى عناصر سلبية كما في العراق الآن، بحيث صار الموظف يغيب، وين والله راح عاشوراء، وعملك في الدائرة هو أحسن منه، عملك هذا هو نفس عمل يقدم الناس ويرفع مستواهم. زين، نحن علينا في هذه الذكرى أن نعطي من أوقاتنا أيها الأحبة. بعض الناس يقولوا أنا مستعجل وكذا، نعطي ساعة، ونص، مو مشكلة، نعطي من أوقاتنا، من راحتنا، وماذا نعطي يعني مقابل ما أعطاه الحسين عليه السلام؟ ولا شيء. تمام، نبذل من أموالنا، من أوقاتنا، نعلم أبنائنا بالحضور المباشر، يعني فيزيكال، مو واحد يجي يقول لا أنا أشوف على لايف الآن، ما شاء الله كل مكان فيه موجود لايف مباشر، لا، لابد من الحضور. في ناس يشوفوا الآخرين، يتعرف عليهم، يسمعوا كلمة، يتأثروا، هذا جداً إلى ثواب كبير غير المحاضرة. وإلا أسألكم، لماذا العلماء الكبار يسوون مجالس؟ لماذا؟ يعني هل يعقل أنه مثلاً عالم كالسيد الصدر رضي الله عليه بحاجة للخطيب حتى يتعلم من الخطيب؟ لا، لكن يحضر ويبكي. أرادوا أن تبقى هذا المجلس بهالشكل، نفسه للأمة سووه، نفسه الإمام صادق عظمته يجلس في المجلس ويدعو الشعراء ويقول له أنشدني في جدي يا الحسين، ثم يبكي بكاء شديدا حتى يعلمنا أنه
هذه الشعائر بحد ذاتها هي مهمة حتى تبقي المؤمنين متماسكين أقوياء متحابين يشوف بعضهم بعضا يتحسس بعضهم بعضا وهذا لابد أن يهم. نحن للأسف حصرنا عاشوراء بالشيعة وهذا ليس من نهج أهل البيت. أهل البيت لم يريد عاشوراء بالشيعة أرادوا هذا كل الناس. نحن إذا جبنا غير الشيعة وحضروا وسمعوا واستفادوا وما نفرناهم بالحكي اللي بعض الناس يقضي عاشوراء بالأحلام بالحكي اللي ما له طعمه حكي يعني مو صحيح ما بدليل. إذا جاء الناس وسمعوا فكر حضارة ووعي لو مهما كان لو بلدين كان لو ملحدين ثقوا يتأثروا. لكن لما يشوف الناس يعني يشوف الحاضر والإنسان اللي المستمع قد يكون أفهم من المتكلم هذا ما يجي بقى. تمام هذا ما يجي. كما أنه لو فرضنا أنه الابن اليوم كثير من الأبناء أفهم من أبوه أفهم يعني مو أفهم بأمور الحياة لا يفهم بالكمبيوتر ويفهم بالكذا وقرأ كتب الآخري هكذا الطفل لا يتأثر بأبويه يشعر أنه لا أقل من عنده ينظر لهم بطن دام. لكن له لو شعر أن أبوه أعلى منه قدوة له ولهذا ندعو دائما أنه الإنسان سواء كان أب منبري خطيب عالم مربي أن يكون عنده ما ليس عنده كبور ولا ما أقول الجالسين ما أفهم من يتكلم وعندهم معلومات واجيب لحد ما قبل 1000 سنة قبل 100 سنة في كثير ناس الآن يجي عاشوراء يفتح الدفتر مالته ونفس اللي كذا قبل يحكي نفسه ونجي هذا هو والناس يحبون ما شاء الله قصة وما أدري شوية بيتين شعر. لا المنبر ليس هذا المنبر طبعا هذا جزء منه ليس خطأ ولكن هذا جزء منه الجزء الكبير أن يكون منبر مدرسة لأن نغير من حياتنا أن نعرض أنفسنا عليه حتى نشوف نحن أين وين موقعنا في هذا المنبر وين موقعنا عند الحسين سلام الله عليه. هناك كثير من الكلام إن شاء الله أن ننتقل بإمامنا الحسين عليه السلام من الدوائر الضيقة دوائر الشيعة دوائر الطائفة إلى الآفاق الواسعة هكذا الحسين سلام إلى الآفاق الرحبة. إذا بينا إمكانية ننشر في الجامعات وفي الفضائيات في العالم يسمع العالم والله لو كان عند غيرنا الحسين كان عند غيرنا لفعلوا الأعاجيب الأعاجيب. تسمع شاعر واحد شاعر الآن بعض في أوروبا يشوف كل مكان تمثال يسوي له ودراسات عنه وبحوث عنه ونحن عندنا الحسين اللي كل جمع كل الفضائل كأن كل سموه فيه كان منحصر هذا السمو كله منحصر فيه ولكن نحن ضيقناه أكثر صار محصور في دائرة معينة لا بس الشيعة مهتمين غير الشيعة ما خصم علينا أن ندعو إخواننا من غير الشيعة تعالوا شوفوا اسمعوا هذا الحسين لماذا أليس هو إمام المسلمين أليس هو إمامكم علينا أن نركز على هذه النقاط وأن نكون إن شاء الله قدوة لغيرنا في هذا المجال. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأن نكون إن شاء الله ممن يحضر هذه المواسم ويستفيد منها ويكون يتواجد فيها وينتفع منها ببركته محمد وآل الطاهرين صلوات الله عليه وسلم.